قبل الفاصل سألت كابتن أسامة كيف سيتعامل كابتن طلعت يوسف في أول مباراة، هل هيحاول يطبق فكره، يغير من الطريقة، يغير من التشكيل، ولا هيلجأ للحل الآمن إن هو يلعب على ما سبقه، يعني أو زي ما آخر مدرب مشي هيكمل عليه كابتن طلعت. فواضح إن الإجابة جات لنا من التشكيل إن هو مفيش أي تغييرات غير تغيير واحد وتغيير إجباري. كابتن أسامة، كابتن طلعت هنا بيتعامل بمبدأ الخيار الآمن، إن مفيش وقت، وكلهم على بعض 3 أيام اللي درب فيهم، فبالتالي هيتعامل كما كان ماشي عليها كابتن تامر مصطفى؟ طبعا ما يقدرش يعمل المدرب في 3 أيام أي حاجة زيادة، يعني هو كل اللي يقدر يشتغل عليه الحالة النفسية، الحالة المعنوية، إزاي يحط دوافع جديدة للعيبة نادي فيوتشر عشان إزاي أرجع لعودة الانتصارات مرة أخرى، وبالاخص كمان ان هو بيلاعب الفرقه اللي كان بيدربها. فكابتن طلعت هيبقى عنده وكابتن طارق عارف ده كويس، ان هيبقى شبه حافظ لعيبه نادي ام بشكل كبير جدا، عارف قدراتهم، عارف امكانياتهم، هيبتدي يوصل الفكر اللي هو عايزه للعيبه، ان لعيبه نادي ام دي هنشتغل عليها ازاي، هنعمل معاها ايه، كلها هتبقى في الحاجات المعنويه والنفسيه، ازاي يخرج اللعيبه من حالات التعادلات اللي كانت شغاله لحاله انتصار جديد. انما زي ما انت قلت كده، لازم التشكيل اللي نهى او بدا المباراه الاخيره مع قدام النادي البنك الاهلي هو التشكيل تقريبا اللي هيلعب باستثناء عمرو السيسي اللي عنده 3 انذارات وقانون، فده طبيعي جدا ومنطقي جدا. هيبحث كابتن طلعت يوسف النهارده عن انتصار رقم واحد، انتصار ذاتي ليه هو، لان ده كان النادي اللي شغال فيه ومشي منه باسباب او باخرى. الحاجه الثانيه ان هو عايز يقول لا، انا طلعت يوسف، انا الخبرات، انا الاسم الكبير، فعايز يرجع نفسه لمجال التدريب ببدايه تكون قويه، لان دايما البدايات بتفرق مع المدير الفني. صحيح. لو بدا بشكل كويس جدا وقدر يعمل انتصار وقدر يجيب 3 نقاط مهمه جدا في خلال الفتره الصغيره 3 ايام اللي هو قضى معاهم لنادي فيوتشر، ده هتبقى حالتها كمان ومردودها على اللعيبه هيبقى بشكل كبير جدا. انما اللي يقدر يعمله كابتن طلعت يوسف انه ممكن يحافظ الكرات الثابته اللي هنلعبها، ان احنا في الحاله الدفاعيه الشكل الفرقه يبقى شكله ازاي، اما هنهاجم مين هيثبت مين هيقف، المميزات بتاعه، يحط ايده على المميزات بتاعه كل لعيب يتكلم معاه فيها بصفه شخصيه وبصفه خططيه، انما اكتر من كده مش هيقدر يعمل حاجه كابتن طلعت. طيب.